عبد الله بن جلاغم تفضل معي. الله الله يا عبودي، وينك يا عبد الله بن جلاغم؟ يا هلا والله وغلا وكراتين هلا. محمد تبي تعلق شيء؟ بعطيك فرصه وانت على المسرح. ما انتهت فقرتي من عيني هذا قبل هذا. وانت يا بن عمره بعطيك فرصه للتعبير عن شعوركم في خلال نهايه هذه الفقره اللي ما تبقى لها الا اكثر من 10 دقائق. وعلي بن عبد المعطي من دولة سوريا الشقيقة يتفضل معي لمعرفة نتيجته. تفضل يا علي. وغازي العازمي تفضل. يلا بن جلاغم و علي عبد المنعم و تكلموا يا شباب. غازي العازمي، واحد منكم راح يغادر عشان ما نطول عليكم مشاهدي الكرام، لدرجة انكم متوترين. عبد الله بن جلاغم اقول لك للاسف انت رجعت القرية. الحمد لله. البقية تفضل معاي. تعال احبي لكم العازمي وبن عبد المنعم بن عبد المعطي. سمعنا شيء يا ابن عبد المعطي، سمعنا شيء يطربنا دندلنا. الله يرحم والديك. 1 2 3 جو اكشن جو. مو وقته. أجل دام من وقته مو وقته. أحب أقولك العازمي ارجع القرية وتفضل معي يا عبد المعطي. علي بن عبد المعطي يملك عدة مواهب في التايكوندو أو الكاراتيه، صاحب صوت شجي، روحه الجميلة، تعاونه مع الزملاء، لكن هذا يحتمل أو احتمال ما يوافق ضوابط البرنامج في بعض الأمور. إذا قلنا كاراتيه ممكن اي تصادم مع احد زملائه يقوم البوكس. واذا كان على روحه الجميله احيانا الطيبه الزايده لن تغفر في بعض المواقف، خاصه في المنافسه في المسابقات مثل كذا. نتكلمنا على الامر الثالث، هو رجل ما شاء الله يحمل روح مميزه، وهذا الشيء لازم يعرف انه هذا برنامج واقعي يحدد مصيرك. جهدك، ابداعك، تميزك في هالبرنامج هو اللي ناظر الكاميرا. يا بن عبد المعطي، رسالة في خاطرك حابة تقول لمحبينك واللي تعبوا عشانك، ايش تقول؟ لا تلتفت، ناظر الكاميرا وعبر عن شعورك، ايش تقول؟ ان شاء الله اني راجع. ان شاء الله اني راجع. نتمنى ذلك، لان انت من الاسماء الجميلة اللي احبها كثير. صوتك مميز، روحك حلوة، طلتك على الشاشة جميلة، لكن ممكن تغادر معنا القرية. عشان كذا يا علي
بن عبد المعطي. احب اقول لك بس ناظر كاميرا عشان المشاهدين يعيشون معك لحظه جميله. احب اقول لك يا عسل يا احلى من البصل يا جمال الطله على شاشه قناه بدايه. علي من دولة سوريا الشقيقة الجميلة، أحب أقول لك أنك أنك لكن شوف أخلص أنت يا حبيبي أنت نمنا معلش يا حبيبي ركز معي. الثعبان الجميل هذا ما راح يرحم احد. انت دخلت معنا مرحله الخطر. تفضل. ياو خطير